القضية ما حنسرى في الطاقية، وترى الخوت السوق ديال الخضرة ولا ماشي قيشنشط، وماشي العافية الزرقاء، وتجي حاجة كتار من العافية الزرقاء. كتعرفوا العافية الزرقاء؟ ويلي يا صاحبي، بطاطا 140 240 يا صاحبي، البصلة 300، ودرت التنشيط وطرت التنشيط. طرب بنادم ديال خاصو يخدم ب 5000 درهم يلاه. دابا المشكل الخوت بلا نتفاهم، واش نتفاهم او نكذبوا على بعضياتنا؟ دابا المشكل ماشي مشكل ديال الغلا، غلا الاسعار، او الخضره غاليه، او المواد الغذائيه غاليه، او المشكل ما كاينش المدخول الخوت. راه بنادم كاع مريح من الخدمه، وترى الالاف المؤلفه كاع مريحه، وتا بنادم ما كيدخلش 1000 ريال في النهار، ولا 4000 مدير معاك والو، شي 4000 ما بقات كدير معاك والو، كتدخل السوق دير هي 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 بشات. فهمت انا؟ والله ما فهمت. وما كاينش المدخول باش تصور الفريل، خصك تجاهل، ماشي تجاهل، خصك تحارب باش تصور الفريل حتى في النهار. خصك تكون خدام 2 مليون لو بغيتي تعيش في المغرب ده. وفين هي بعد الخدمه؟ ترى اللي دويت معاك يقول لك خويا ما خدامش، من كورونا وانا مريح، من كورونا وانا مريح، من كورونا وانا مريح. وانت بزاف تاع البشر، انا ماشي انا دابا سامع او معودين ليا او متاثر بالتلفازه ديال المغرب او فيديوهات في اليوتيوب ولا في هادي ولا زعما متاثر. وانت كنعيش وانا في السوق، انا يوميا في السوق من الصباح، انا من 9 ديال الصباح ديما في السوق تيأذن المؤذن، يعني كنشوف جميع الشرائح وبزاف الالاف تاع البشر كتجي. وترى بنادم كيدور بحال داك الدجاج الرومي اللي كي مرا غيدبحو جاي مبهلس والو ما كيشري مول، يدير يدي وراه وكيدور بحال ما كتعجبو الحاجه، راهي كتعجبو ومني تمام ما كتفاهمش توي ديما. حتى الحاجه طالعه لك تايب 70 درهم مخلصها انت بجمله ب 70 درهم، لان السلعه تزادت. كون واقعي ترى دابا المشكل اللي واقع حتى الدراري اللي كيبيعوا يشريوا بجميع المجالات، خضره كلشي. شكون اللي كياكل العصا هو اللي كيسقط دابا؟ شي دابا اللي كيسقط هذاك مول الكروسه ديال الخضره تقول اه تا بزاف غلا، ولا هذاك مسكين راه مشويطه خدامه معاه، راه هو داخل الكراج. اي واحد كيسقط في التجاره دابا ياكل العصا، عنده شي 2 مليون ولا 3 كتساق ليه. شكون اللي كيربح؟ هما صحاب الجمله، صحاب الجمله كيربح، ما على بالوش هو، راه كيبيع لك مسدود مرايح في كرسي، ولكن حتى هما كيتقهروا، حتى هما اللي ما كيكونش عندهم ذاك الاقبال، هو مني ما كنبيعش انا ما كنمشيش عنده. كنت مولى فيا مثلا كنغب نهار ونهار كنمشي نتقدى، دابا ما بقيتش كنتقدى، كنتقدى مره في 15 يوم ولا مره. علاش؟ لان السلعه تزادت، كتجيب انت بواحد الثمن طالع لك ب 70 درهم، مني بنادم كيجي كيقول لك 20 درهم، كيعطيك 20 درهم. تهرب ليك وحق الله العظيم تهرب ليك ديال الوقيت اللي زاكي في شي خديمه مثلا وهادي، وانت واخا تكون خدام كاع 3000 درهم ما غدير معك والو في هذا الوقت هذا دابا اللي داير، دير معك والو. ولكن الكوميم هذيك 3000 درهم بحال ماشي بحال والو، ولكن الناس اصاحبي 1000 فرانك ما كيصورهاش في النهار، وحتى 1000 فرانك ما كيتصرفش عليها في النهار، ما كيشدهاش ما كيشوفهاش، وحتى مريح كي غيدير له شي كريسي شي يشفر عباد الله. ترى مسكين ترى بنادم وصل يجوز على عطى مسكين كاين اللي ما فاهمش راسو واش واقع. دابا ملي فاتت كورونا لهنا كاين اللي باقي بعدا مصدوم ما فاهم والو، ما عارفش الضربه كان عايش بيها. كان عارف الدراري يا صاحبي قبل كورونا كانوا خدامين وبفلوس موجوده، وكيجي يتقدى عندك كل السبت، وهذه كيجي يتقدى يخلي عندك 700 درهم 500 درهم كل السبت، راه الشهر ثاني كيجيب ولادو ويتقدى. وانت دابا وليت كتلقاه حتى هو حاط في الجوطيه خارج شي سبرديلات قدام عنده حاطهم كيبغي يبيعهم مسكين ولا وحق الله العظيم. تكنبقى نشوف انا الدراري كانوا مقيين ولابسين مزيان وغادي المسيره ديالهم متعلقه، تدارت على خفا وتخبطوا مع الارض. تعال سايت السيف، وكيف الحال؟ واش راك؟ الحمد لله. انت اللي دير التصويره ديال في البروفيل دريه دريه؟ اه هي. علاش كديري زعما باش يطلعوك ومريق انت؟ لا ما طلعني ما طلعنيش ما طلعنيش روحك اخويا كدير كلشي بخير؟ جو سوي ميزيسيان الحمد لله الله يحفظك. كدير العائله ديالك الاهل ديالك؟ الاهل تاعي لاباس الحمد لله. مغربي؟ ها مغربي اه مروكي اه مروكي. واش هي العداوه هذه اللي بين الجزائر والمغرب؟ انا ما فهمت والو. ما كاينش عداوه اخويا، ما راهش كتسالني انت تعتذر، انت دابا جزائري كتسالني شي حاجه بيني وبينك شي حاجه؟ الله يجزيك انت دابا بربع واش بربع واش راك صاحبي وصافي يا صاحبي، انت مالكم اصاحبي؟ انت دابا دابا المشكله ديالكم انتم اللي مديرين الحوايج، ما مسوقين احنا ما على بالناش يا صاحبي حنايا اي شيء دابا على بالنا. شوف حاجه واحده كنعرفوها انتم خوتنا، هادشي اللي كنعرفها.
بوز شي حاجه اخرى ممكن نهضر ما فراسيش شي حاجه اخرى ما فراسيش ولا كنحكي يا اخي انا انت تحكي وانا نسمع انا نحكي وانت تتكلم تكلم تكلم لديك الكلمه يعطيك الصحه باش نفهموا على بعضنا برك نعم باش نفهموا على بعضنا برك سير تكلم مرحبا مرحبا جات في الديبي قلت لي نتوما مدارين العداوه ما فهمتها ديجا انت في الديبي قلت لي باللي حنا مدارين العداوه لا حنا مدارين العداوه ما فهمتش وانت دابا جبتي هذا الموضوع ما كاين هذا الموضوع ناقشوا فيه انت قلتي علاش كاين العداوه انت اللي جبتي الموضوع انا صح انا جبت الموضوع انا جبت الموضوع جلوبال كيف على انه كي نشوف الصوره العامه مش غير انا الموند العالم كامل راه يقول بين الجزائر ومصر كاين عداوه مش غير انا اللي قلتها الجزائر ومصر مش المغرب نو العالم ككل وانت دابا قلتي مصر الجزائر ومصر سامحني نتفاهموا العالم وكل يقولوا باللي بين الجزائر والمغرب ولا بين المغرب والجزائر كاين عداوه مش انا اللي قلتها الاول واخا ما فراسيش هادشي انا والله ما فراسي هادشي المهم انا حاجه اسمع حاجه وحده اللي كان في فراسي انا بان الجزائر خوتنا هادشي اللي كنعرف عليه الله يعزك اخويا ما نتوما خوتنا يلا حظك احنا قلنا كي داير الفاميليا ديالك كي داير الجو عندكم كي داير مبروك رمضان صحه شريبتك مبروك علينا عليكم وصحه شريبتك انت ثاني شنو بلاصه انت في الجي في الجزائر في الوسط بيت واش في الجي اف الجي سنتر بول باب الواد تعرف باب الواد صاحبي انا تم باب الواد يا راسك انت من الحراش نهضر معاك يا راسك انت نقول لك من الحراش للكاليتوس للشراربه والله ما تزيد وقول لي قول لي علاش كتقولوا دابا المغرب علاش كتقولوا لي نتوما مروك علاش ما تقولوا دابا نتوما عرب ياك نتوما عرب ايه لا بخلطه قولوا المملكه المغربيه الشريف علاش ما كتقولوا لي على مروك ها نتوما كتقولوا الجزائر واش عندكم شي اسم راه هذاك اسم ديالكم نتوما واش عندكم نتوما الجزائر رب العربيه احنا الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه المنضمه الى الحلف الاطلسي الاستقلالي ان شاء الله هذه الامور خويا الجزائري والله مقبنا برك ما واش هاني الامور مقبنا تحياتي ليك وتحياتي لنا اسمعني تحياتي ليك وتحياتي لخوتنا في الجزائر وتشرفت بمعرفتك خويا تهلا لي براسك عواشر مبروكه مبروك عليك مزيان البارحه تفرجناك حوار غير شيق معك صاحبي تي رانا شي واحد خرج رانا شي واحد خرج حنا باغين بارك علينا هاد الضربه اللي مضروين حنا مع التشديد الخضراء نزيدو كتاتين تمشكلو معاه حمدي تحياتي خويا مرحبا وا صح كيلو ديال البطاطا كاع مضروبه كاع كتلقاها زرقاء ومدقدقه يقول لك 240 وهو قال مسكين تا هو ما كانش يعطيها لك بجوج دراهم ولكن راه تا هو الله يحسن العون ما حيلتو خليه حتى السبعة العشية يبقى واقفين عليه منوح يحط نبغي يدو لي الميزان نبغي يدو لي الكروسة عامرة نبغي يدو لي هادي ويجي يقول لي تحيد لي من هنا يدوفلو فيه دير معاهم هذاك الشيء ديال ديك العيشة ديال منين خرج هذا الشيء كتسمعوا بغلا المعيشة هو اللي يطلع لي دابا وهرب هذا هو غلاء المعيشة رانا قلت لكم الخوت تيك توك راه بحالو بحال المغرب شي تيك توك بحالو بحال المغرب والتمنين منين بلاصه انت في الجزائر مستغانيم تحياتي الناس مستغانيم قرابين لينا نشوف قراب ليك تحياتي لك خويا ما متى تحياتي ليكم على الجزائر مالي بالراحه تحب ايوه رابط الحفله هذه الامور اخي
هيا نبدأ ونشوفوا الجزائر ولا شكون يتغلب. جزائر ولا سميتها مملكة المغربية؟ نشوفوا المملكة المغربية نشوفوا شكون اللي تربح. كي داير الأجواء عندكم في رمضان؟ لاباس الحمد لله. هذه الأمور والله تمام الحمد لله. الحمد لله. كاين شي صاد ولا البرد ولا شي؟ والله تمام أجواء شوي شوي. ورمضان قضى عليك ولا قضيتي عليه؟ وقضيت عليه صاي كملنا احنا باقينا يومين ونكملوا. وين الجزائر؟ وقام تنحس بي انا قا احنا فاهمين واش نحسوا بيه. والله ما بغينا نحسوا بيه صاي. ماش كتفيق ماش تبدا تهوس انا لي رزع سنهبطو تو حي موجتو خاو يخلقش لي الفيلم هاي لي الزمرتات تمرضن علينا ساعدنا فيهم. رجعوا لموضوعنا الخوت دابا في السوق عندنا حنايا مثلا انايا اكثر من 16 عام وانا في البيع والشراء. شي 16 عام تقريبا مني انا صغير كبرت فيه انا البيع والشراء كبرت فيه وشفت ازمات تعيش. ماشي زعما تقول انا راه ماشي في الازمات ولا دابا بزاف الازمات اصلا حنا كبرنا فيها الازمه. الازمه حنا كبرنا فيها مني احنا صغار حنا غاديين نكبروا فيها تشت. ولكن هذه ديال دابا ضربت الكاوه الخوت نقول لكم ليكي وحق الله العظيم اللي كنشوف شي حوايج ما عمرني شفتهم. انت بنادم واصل بيت العظم ديال بصح وانت كاين اللي معانا معمر 4 مليون 5 والله ما كيتسفيل على 4 ايام ترى الاربعه وانت وحق الرب تيهرب لك تيهرب لك. تصور والله اللي وقف واحد الدري مسكين قبيله حدايا حتى هو معانا في الصور معمر تبارك الله مزيان بلا ما نذكر السميات وحق الله العظيم قال لي واحد كلمه تقول لي نتحدى اي واحد يجي يوقف ساعه. قال لي انا قال لي انا راه بحال محطوط فوق الجمر. تخيل صاحبي انت كيجي بنادم راه ماشي المشكله كلها ما كانش كيجي بنادم ما تبعش الولد ديالو تمشي ترتاح حتى كاع اصلا واحد انت راه كيجي بنادم راه بنادم غادي يجي غادي يجي وانت كيدخل عندك مثلا 100 ديال البشر كتدخل عندك ما كيشري حتى واحد. تكون يشري في هذيك 100 يشريو جوج ولا ثلاثه. حنا ما قلناش يشريو 10 يشريوها جوج بعدا تحيد العكوس حتى والو صح. والنفس كاين مشكل واحد النقطه واحده اللي كنتفقوا عليها كامله هي بنادم كتعجبو الحاجه كيدخل كيعزل كتفاهمش معاه في الثمن كنقول ليه الثمن كيهرب. دابا المشكله ما بقاش تي كيقول لك لا بزاف ودي يتجار معاك على شي ترى كيبان لك واحد بزاف ديال الديفير وصاحبي انت مخلصها ب 70 درهم كتقول فيها مثلا 100 درهم وتقدر تلعب على تبيع ب 80 تلعب على 1000 فرانك ولكن خصك تبيع وانت كيقول لك 20 درهم 30 درهم كينزل لك ماشي الارض كيبرك لك الارض. ولكن هما باقيين عاقلين على الثمن قبل كورونا. دابا السلعه تزادت نص بالنص في اي حاجه اي واحد متحدى في اي حاجه في اي دومين زاد نص بالنص والكاليتي تنقصت ما بقاش هذيك الكاليتي اللي مثلا اللي كانت قبل كورونا كان اي حاجه فكاين كاين اختيارات. دابا ولا حاجه وحده والثمن الضوء بكري كان مثلا اي بضاعه كاين كاين المنافس ديالها كثر ما شريتيش من عدد تشري من عدد ونفس البضاعه فهمتي هذا ينقص لك هذا ينقص لك ها باش. دابا لا الدراري اللي في الدومين غيفهموني ولات سلعه وحده والكاليتي ديالها ضعيفه والثمن تزاد. يعني انت دابا اي بيع وشري كيدخل الكراج في هذا الوقت اش كيوقع لي؟ دابا مثلا ملي كيبيع جوج بياسات في النهار هذه لا تسفيه كيبيع جوج بياسات في النهار كياكلهم ولا شاط لي شي حاجه من دوك جوج بياسات هي كل غدا تقدر ما تسويش غدا. الدري قال لي ثلاث ايام ما تسويش قال لي والله نتحدى اي واحد يبرك لي ساعه لا يميك ترى تمرض. دابا المشكله ماشي ديال عادي راه بنادم مادام داخل هذاك الدومين هو البيع والشراء سلاحه هو الصبر. شنو هو البيع والشراء؟ السلاح ديالو هو الصبر. الفلوس ماشي مشكل هو كيرتكز على الصبر. بيع وشراء اي واحد دخل البيع والشراء خصو يكون صبار عندك بحال داك اللي كيلوح الصناره في البحر ويبقى يتسنى فطلع بحالك خصك تكون صبار لك كتقلق بلا ما تبيع وتشري. كاينين معنا شي وحدين كتجي المراه ما كتفهمش معاك كيبيع عير فيها. كاينين شي وحدين انا ضد هاد الفكره عند رزقه في جيبه والله يحسن العون ما قدتش على واحد الحاجه. الانسان كيدخل كيشوف عجبو كياخذ لاق بيه كياخذ ما لاقش بيه هو حر ماشي صافي انت ما شراش من عندي ولا ما تفهمش معاه في الثمن كنبدا لا كان عندك حتى شي مشكل ولا عندك شي برايسي ولا ولا عليك شي ضغط ولا مشكل ولا هذه كيبقى مشكل ديالك. كليان من حقه كليان مالك
من حقه كيشوف عداده ويشوف عداده وفين ما عجبو كيشري. كاين دراري كيتعصبوا هما الله يحسن العون بنادم حاط رزقو قيامه وكيصير. المشكله راه ملي كتجي راه طلع لك غسيل الفندق تعطيه هنا وترش هنا وتعطيه هنا وترش هنا يعني كتصير بيع ولا ما تبيعش نتا حرا داكشي شغلك هذا. وكيزيد عليك بنادم ملي كيجي كيكون مثلا نتايا راك عارف هذه بشحال شاريها وكيبرك لك الورد هو هو راه ما دايرش لك بالعانه يعني نكون واقعيين ولا ما عمرك مسكين كيمشي عليك تجيبو. واش دابا انا كاين بنادم دابا عنده 1000 ريال خارج بها دابا دابا 1000 ريال باش تطبر على 1000 ريال صعيبه. بنادم عنده 1000 ريال خارج للسوق كيدور باغي يشري لعيبه هنا كيقلب على الضروريه هو ما كيقلبش على شي حاجه اللي ثانويه. دابا حاليا ما بقاش بنادم كتعجبو الحاجه وزايده عنده ولا ما محتاجش لا كاع ويشري لا قضيا مابقاش هادشي. بكري كان بنادم جيبو عامر كتم بديت كتبان لي شي لعيبه كيقول ربما نحتاجها راه حيدك تقول لي الثمن كيتجار معك على شي حاجه قليله 1000 فرانك 100 ريال بق عندك عنده الله يعاون فهمتي ويضحك معاك ومضلوع كاين اللي كاع ما كيتهوى معاك. كانت بكري كيجي كيقول لك عطيني هذه عطيني هذه عطيني هذه كدير ليه فهمتي كيقول لك شحال عندي كاين اللي كيفور لك كاع كاين هادشي. دابا لا دابا لا تبدل دابا بنادم كيجي كيبقى ولا باغي يشريها وكيفكر واش نشري هذه ولا نخلي الفلوس ولا بلاش منها كاع. لا كان يقدر يستغنى عليها كيستغنى عليها يشري من عندك دابا الا لو وقف. وبنادم دابا كاين ضغط من جانبي لا من عند الشاري ولا من عند الكيبيع واللي مستافد راه ما معروفش شكون اللي مستافد في هذا الفيلم هما هذوك الكبار. اما بنادم حنا مع بعضياتنا كنبقاو نتصالحوا كتجي تاع الخضار راه 200 راه بزاف اصاحبي كل قط تشيط لي في الهضره وهذه هو تا هو مسكين راه ما عليه والو تا هو ملي كيمشي للمارشي كريو راه كي شحال من الدراري كنعرفهم انا كيمشي للمارشي كريو كيرجع ما كيتسوقش يقول لك ما نجي نبقى نتناقل انا مع بنادم اصلا هو ما تيربحش. وبنادم كتعرف كتجي عندك امراه مسكينه كتشوف لها في وجهها ما عندهاش كبيره في السن ما عندهاش ما عندها لا طاقه عود لا والو كبيره في السن قد امك كتجي عندك تكتولي بتعطيها تقطع عليها من لحمك وتعطيها تقول لها ودي سيري راه ماشي لك تحنين راه مشكل باش تكون مجري مع بنادم كيبان لك باغي كيلو ديال البطاطا وهي ما عندهاش مسكينه عندها 50 ريال في جيبها ولا تجبد لك البزيطين ما عندها والو مسكينه وهذه بصح على قد الحال. وبنادم محنسر الدوله الوحيده اللي بنادم ما عنده 60 عام ولا 70 عام وكتسوليه كتقول لي واش خدمتي مني كنتي صغير وهذا كيقول لك حياتي كامله دازت عداء وفي الاخر ما عنده لا نتريت لا والو سير ولا ما عندكش الاولاد ولا ما عندوش مسكين الوليدات ولا حتى الوليدات ها ما عنده كاع ما خدامينش هو ما عندوش الانتريت دار كامله كتلقاها من الفوق حتى لتحت بقى واحد ولا دري ولا دريه هو اللي كيفورني على العائله كامله كيبقى يضرب 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 كيبقى كاع كان عليه الصعر تشونجا مع شي خوه ولا مع شي المهم خوت الروينه في العوينه وصعب من الاخر. وي اخويا مغربي ولا ديري؟ لا مغربي وانت؟ ديري الحمد لله الله يحفظك. انت منين؟ منين بلاصه في الجزائر؟ كي دايرين الافارقه معاك؟ استكمل الاستعمار ولا مازال؟ ولا حنا افارقه حنا ماشي افارقه استكمل المغرب ولا مازال؟ واش حنا ماشي افارقه؟ ولا حتى حنا في افارقه؟ انا اقصد لك على الافارقه اللي عندكم اللي سببوا لكم مشاكل في الدوله. لا ما سببوا لنا حتى واحد ما عندناش احنا مشاكل مع الافارقه. كي تغطي على الموضوع وتقول ما عندنا والو ما كاينش مشاكل في المغرب انتم تونس والمغرب صاير لكم احتلال عرقي من افريقيا. وكين احنا كي نشوفوا على السوشيال ميديا كي المغاربه كي يتغوطوا في الشارع ويتعايطوا هذا مالو هذا تاو طالع شارجينو هذا خونا وشوفوا انتم على ضيقكم